الأكاديمي اليوم في المغرب أصبح عاجز باش يوفر الشغل لهذا الشباب. دونك خاص لو بيزنس موديل، نموذج الأعمال في السيستيم إدوكاتيف، في المنظومة التعليمية يتغير. باش يتغير خاص تكون عندنا ثقافة عندها علاقة بالونتربريز وبالاستثمار. كلشي كيتكلم اليوم على الاستثمار وكيتكلم على المقاولة، ولكن ما هما شكون الشركات الكبار اليوم في العالم؟ الشركات الكبار في العالم هما اللي كتسمعوا بهم نتوما الكافا، جوجل، امازون، فيسبوك، ابل. ابل في 2021 دارت 84.20 مليار دولار. شحال البيب ديالنا ديال المغرب كامل؟ 110 مليار ديال الدولار ديال المغرب ديال بلادنا كامل. شركة واحدة قريبة لي كل جيم لافاك، كل جيم لاف بي بي تي، كل جيم. Déjà le fait de penser à une formation complémentaire ou une formation en parallèle à la formation de base, c'est un chapeau. Donc là, vous êtes déjà le premier pas de l'employabilité à Indcom. Donc là, nous avons un chemin à mitier, yoktedabi. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم كريم الخطوط، مدير مركز إعلامية المدينة الجديدة. أول حاجة كنشكر جريدة أشواق على هذه الاستضافة الجميلة اللي صراحة شرفونا بالحضور ديالهم. جينا هنا باش غادي نهضروا على الندوة اللي نظم السونتر اليوم، الندوة اللي بعنوان الشباب بين راهنية الواقع وإكراهات المستقبل. هذه الندوة اللي كانت كتستهدف الشباب والطلبة ديال المركز. هاد الندوة اللي استضافت عدة فاعلين ونشطاء في الموضوع اللي هو كيهم الشباب، اللي كيف قلنا في السابق أننا بغينا نبينوا الشباب هاد الفرص اللي عطاها صاحب الجلالة كانطلاقة كفرصة كغيرها من المشاريع، وبغينا نبينوا لهم أنهم راه عندهم فرص للشغل. هذا الشيء علاش المركز اختار هاد الشخصيات اللي فاعله كيف قلنا انهم يكونوا معنا في هاد الندوه. والحمد لله الندوه عرفات واحد الاقبال كبير من الطلبه ديال المركز اللي تفاعلوا مع جميع المتداخلين. الندوه ديال اليوم كانت فرصه لهاد الشباب والطلبه ديال المركز بالاخص باش يتعرفوا على كل جديد في عالم المقاوله، ويتعرفوا اكثر على المبادرات اللي قامت بها الدوله. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.